ساكنة بباب السفر حي الأمان. شنو المشكل عندك؟ المشكل اللي عندي الراجل توفى وما لقيت قدرة ويكارية وما لقيت لا من أخر ولا من أخر. أنا دابا تنقلب اللي يعاوني في الكرا ولا يشوف لي شي بلايصة فين تسقر. دابا حاليا فين ساكنة؟ دابا ساكنة في باب السفر. لا فين ساكنة؟ يعني الدار يعني فين كاينة دابا؟ غارسونية. غارسونية رانا ساكنة في غارسونية من نهار السطح في الساتة. ما الشمس فيا والبرد فيا. دابا هاد السيمانة اللي داس عليا بالبرد. دابا رجليا ويديا تحرقوني. ودابا ما لقيت قدرة. دابا نتوما تعاونوني بداك الشيء اللي كتب الله تهنيوني من الكرا شي بلايصة اللي فين تسقر. قلتي لي بان شي سيد تعامل معاك؟ تعامل معايا شي واحد تعامل معايا في الدائره لقاني تنبكي. قال لي مالك الشريفه؟ قلت له مولات الدار. قالت لي خوي وانا ما لقيت لا من اخر ولا من اخر. قال لي شوفي سيري قلبي على حساب 50 انا نخلص لك الكرا. شحال المده ديال 6 شهور؟ 6 شهور. دابا بقى لي شهر. دابا ما لقيت لا من اخر ولا من اخر. الزوج ديالك توفى؟ راجلي توفى هادي راه عام وشي 6 شهور. عندك شي وليدات؟ عندي الولاد عندي 4. عندي واحد داير 2 عمليات ما تيقد مسكين لا يخدم ولا والو. الناس دايرين فيه خير تيعطيوه ما يلبس. والاخرين ما مسوقين ليش. ملي تيدخلوا ويلقاوني هكاك تنبكي ونهدا تيخرجوا تيدبروا على المشاكل تيمشيو للحبس. ما لقيا لا قدره لا والو. باش يجيك الطالب دابا تنطلب اللي ينقذني من الكرا. انت مريضه شريفه؟ وراني مريضه حالتي راني في الطانسيو والسكر والعصب. ندمت دابا بقيت تنشوفو ما تنعقلش عليه. تنقول الهضره ما تنعقلش عليها. وحتى واحد ما تيعرفني فين راني. حتى واحد ما مسوق لي من غير الله سبحانه. وانا بقيت ضايعه وانا مرمه في الزنقه وما كاينش اللي يكون بيا. انا ولا هذا الولد هو اللي راه هزني. هذا الولد تيمشي مسكين ويتهوي ويتكافع ويلقط ويجيب لي طرف الخبز في الليل. تيجيب لي خبزه وتيقول لي امي كولي. ودابا راني قاعده في داك السطح راني من النيل السطح راني البرد فيا والشتا فيا. فين راه؟ ما عنديش. عندي الفريش عندي سديدرات ومجيت الملايات ديال قدام من هادي شحال مهلهلين وخيوطهم تيبان وتنبات نموت بالبرد. وما لقيت قدره وراني نترمى في الزنقه نتجرد يتكرفسوا عليا عباد الله. انا ولا هاد الولد مشى نبقى لي شي ما نخدم ما تنقد لا نخدم ولا والو. انا الا مشيتي نعيش انت نسخط عداها. تلقى لا قدره لا والو. ما كاينش اللي تيتسوق لي ولا تيعرفني حتى فين راني من غير الله سبحانه. هذا الراجل اللي راه دار فيا خير كرا لي 6 شهور. دابا كرا لي في الساته البرد فيا والشتا فيا. تنسلك البيت ندوز للكوزينه حتى تنكون فزقت. ودابا دابا الشتا تطيح عليا بحال دابا. البيت راه رافينا والكوزينه هي لهاد الجهه. تنمشيو نجي في السطح في البرد والشتا. دابا جوديه منكم عاونوني ونقدوني من الكرا. ولا بغيتو تمشيو تمشيو معايا وتشوفوا شنو كاين يلاه معايا رجلي ورجلكم. وما تلقاش نطلع في الدرج والطلان. مشيت تكركبت في الدرج عاد عباد الله شراو لي بلادك اللي تيشعل عاد شراو لي تنطلع بيه ونهود بيه. وربي اللي راه عالم عليا. ما لقيت لا من اخر ولا من وخر والو كاين الله تعالى وتبارك. حتى واحد ما عاقل عليا لا من عائلة الراجل ولا من عائلتي ولا حتى واحد ما عارفني فين راني. دابا انا جودية منكم الا ما تنقدوني من الكرا هكا كثر في الخبز نخرج نسعى ونجيب ديك الخبيزه وداك الكارطون اللي عليه تيحن عليا الله. دابا هاد النداء هذا كتوجهيه للقراء الجديد السميت شنو بغيتي تقولي لهم؟ انا تنقول لهم ينقدوني من الكرا. داك الشيء اللي كتب الله ينقدوني من الكرا. ويعني مساعده ماديه بغيتي فلوس ولا بغيتي كريم؟ المهم انايا خصني فين تسقر ما نبقاش عاد نرفد ونحط وننزل.
جودية منهم يتعاملوا معايا ويهنيوني من الكرة. لا ما خصني لا فلوس لا والو. راني نشوف راني طبت متحوال وكاين الله تعالى وتبارك.